نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وقفة احتجاجية بالمغرب رفضا لزيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني. استمرار الخلاف بشأن الانتخابات الرئاسية في ليبيا. الجامعة العربية تؤكد وقوفها إلى جانب السودان حكومة وشعب. وتتابعنا في الاقتصاد، الرئيس الأمريكي يوسع حربه ضد أوبيك بلس والأسواق تتجاهل. أهلا بكم إلى تفاصيل. دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام البرلمان بالرباط رفضا لزيارة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس. وحثت الجبهة الشعب المغربي على رفض التطبيع جملة وتفصيلا، وذلك من خلال المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية. ودعت الجبهة في بيان لها كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للسياسة التطبيعية المغربية وكافة المناضلين والمناضلات وعموم الشعب المغربي إلى التعبير الشعبي عن رفض استقبال جزار غزة في المغرب. من المقرر أن يوقع الاحتلال الإسرائيلي والمغرب اليوم على مذكرة تفاهم أمني بين الجانبين خلال زيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس الذي وصل ليلة أمس إلى العاصمة المغربية الرباط. وقالت إذاعة الاحتلال إن غانتس سيعقد لقاءات مع وزير الأمن المغربي ووزير الخارجية ورئيس الأركان. يبدو أن العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني تعرف فترة ازدهار غير مسبوقة، فبعد الهرولة إلى ركوب قطار التطبيع برعاية أمريكية تسارع الرباط اليوم إلى الاستقواء بدولة الاحتلال لتحقيق طموحاتها التوسعية بدليل وصول وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس ليلة أمس إلى الرباط. وتيرة الزيارات والتعاون والاتفاقات المبرمة تسارعت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت بين المغرب والكيان الصهيوني، لكنها باتت تأخذ أبعاداً عسكرية تهدد أمن جيرانها. فمن المتوقع أن يوقع الطرفان على اتفاقيات تعاون وصفقات تسليح تأتي في أعقاب فضيحة التجسس عبر برنامج بيجاسوس الذي طال شخصيات كثيرة عبر العالم من بينهم مسؤولون جزائريون. صفقات الأسلحة والتحالف العسكري دليل آخر على أن دولة الاحتلال في كل من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلة تستخدمان القوة العسكرية لإخضاع الشعوب وسلب حريتها. بهذه الخطوة يمضي المغرب في غيه بعيداً بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بما يسميه نظام المخزن مغربية الصحراء على حساب الحقوق التاريخية لكل من الشعبين الصحراوي والفلسطيني. وتبقى الجزائر مستهدفة بهذه التحركات الاستفزازية على حدودها الغربية في محاولة لإنهاكها حتى تتنازل عن مواقفها الثابتة والمبدئية المؤيدة للشعبين الصحراوي والفلسطيني في الانعتاق والحرية. وحول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، أهلا بكم. أهلا وسهلا. إذن سيدي، بعد التطبيع الدبلوماسي انتقل المغرب من التعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني إلى التعاون العسكري، ما الدوافع؟ أنا أعتقد أن التعاون العسكري مع إسرائيل هو مربط الفرس وهو التطبيع الحقيقي الذي لم يقل كلمته، لأن ثمة جبروتا للمعضلة الصحراوية يملي على المغربي إعلان ما لم يكن يريد إعلانه. بطبيعة الحال هنالك تعالقات كبيرة جدا بين إسرائيل الدولة المحتلة لفلسطين وبين المملكة المغربية، يعني هذه تعالقات يعني جماهيرية بالأساس، لأنه فيها أكثر من 600 ألف يهودي.
من أصل المغربي موجودون في إسرائيل ويحكمون دولة الاحتلال على سرًا وعلانية. إذن سيد إسماعيل في نفس الوقت مغاربة. إذن سيد إسماعيل بعد أو إذن تدعي تداعيات أمنية محتملة لمخرجات الزيارة على منطقة المغرب العربي. كنت أكيد أولاً هناك تداعيات داخلية لأنه التطبيع مع إسرائيل ارتكب أو تم توقيعه تحت جنح كورونا جائحة كورونا وهو مرفوض جماهيرياً. وبالتالي في الطوق المغربي بحد ذاته رافض للتطبيع مع دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني الذي يحتل دولة عربية ويقمع شعبها منذ أكثر من 60 عاماً. ما هو معلوم أنه المغرب يريد من إسرائيل ثمنا للتطبيع وهذا الثمن لن يأتي بعد لأنه تقول تجربة أنه إسرائيل ليست دولة مباركة بالدعم العسكري، حدث ذلك في القوقاز وحدث في القرن الإفريقي. نعم سيد إسماعيل، هل ثمة تأثيرات على واقع الحرب بين الجيشين الصحراوي والمغربي؟ أنا أعتقد أنه الصحراويون بما أنهم يحاربون من أجل أرض انتزعت منهم ظلما لا يولون أهمية كبرى للتكنولوجيا العسكرية، لكن الإرادة التي يتحلى بها الإنسان الصحراوي والمفاوض الصحراوي والمحارب الصحراوي هي أكبر من علاقات للدولة المغربية. هناك تداخلات كبيرة جدا بين الصحراويين في المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية والصحراويين الذين يسيطرون على 20% من دولتهم وأرضهم، وبالتالي فالقادم حيث هو سواء كان قنصلية أو وزيرا لدولة خارجية لن يفت في عضد النضالات الصحراوية. الكاتب والمحلل والسياسي الموريتاني إسماعيل يعقوب بشيخ سيدية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. رفعت شركة أبل دعوى قضائية بحق شركة NSO مصنعة برامج بيجاسيوس للتجسس الثلاثاء لاستهدافها مستخدمي أجهزتها، معتبرة أنه ينبغي محاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في فضيحة برنامج التجسس. وتزيد الدعوى القضائية المرفوعة من عملاق سيليكون فالي من متاعب NSO التي برز اسمها إلى الواجهة بعد تقارير أفادت بأن عشرات الآلاف من المستخدمين في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامج بيجاسوس. وقبل أسابيع قليلة حضرت السلطات الأمريكية على المؤسسات الأمريكية التعامل مع NSO على خلفية تقارير أفادت بانتهاكات قامت بها الشركة الإسرائيلية. قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش، مؤكدا أن الاستقالة لم تكن مفاجئة. وأكد المتحدث أن غوتيريش يعمل على إيجاد البديل المناسب لكوفيتش بشكل سريع لضمان استمرارية القيادة، ونفى دوجاريك وجود خلاف بين كوفيتش والأمين العام قبل الاستقالة، مضيفا أنه سيبقى في منصبه في الوقت الحالي ويعتزم إطلاع المجلس اليوم على تطورات في ليبيا. أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية مساء الاثنين، لكن الجدل يظل سيد الموقف بين الفرقاء في البلاد. يأتي ذلك على وقع استقالة المبعوث الأممي في إلى ليبيا يانكوفيتش ودعوة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية بإلقاء القبض وتسليم عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية. خلافات عميقة بين الأطراف الليبية تلقي بظلالها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومدى قانونيتها. فعلى الرغم من اعتماد المفوضية العليا للانتخابات على القانونين الصادرين عن مجلس النواب الليبي، فإن الرفض لا يزال مستمرا من قبل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي ما ينفك يبدي معارضته إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. قانون عدل أكثر من مرة لملائمته لأشخاص ولإبعاد أشخاص آخرين، بالتالي نحن نعتقد اعتقادا جازما أن إذا كانت البدايات معوجة فالنهايات ستكون غير سليمة وسينهار البناء.
يمثل قانون الانتخابات في ليبيا مشكلة جوهرية، خصوصا إذا ما تم قبول الدعوة القضائية التي تقدم بها رئيس مجلس الدولة خالد المشري للطعن في دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، مع بقاء احتمالية الطعن مطروحة حتى في حال إنجاز الانتخابات. احنا التجأنا للقضاء، مشينا للدائرة الدستورية المغلقة وقدمنا فيها طعن، والأخوة بارك الله فيهم طعنين، واحد في الدائرة الإدارية في الزاوية، واحد الآن نشكر الأستاذ بلقاسم والدبرز والأستاذ أحمد يعقوب قدموا أيضا طعن في الدائرة القضاء الإداري. احنا ماشيين في القضاء واحنا موقفنا واضح، احنا ندافع على حقوق، احنا ندافع على الإعلان الدستوري. أنا مستغرب 61 مرشح منهم على أقل تقدير 30 اشتغلوا وظائف عامة سيادية في الدولة. بالرغم من العقبات التي تواجه مسار الانتخابات في ليبيا، وليس آخرها استقالة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش أمس الثلاثاء، إلا أن هناك مؤشرات ربما تعزز بشكل أكبر احتمالية إجرائها في موعدها المحدد، لعل أبرزها استمرار التحضيرات اللوجستية استعدادا لعملية التصويت، فضلا عن الضغوط الدولية الأمريكية والأوروبية بالأساس والأممية، والتي ربما تمثل مؤشرا آخر بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. وحول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ليبيا دكتور محمود إسماعيل الرملي، الباحث والمختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيدي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في بعثكم موفقة وكل خير. شكرا. إذن أي انعكاسات محتملة لاستقالة مبعوث الأممي إلى ليبيا يكوبيتش على سير الانتخابات في ليبيا؟ حقيقة المبعوث الأخير لم يكن له دور كبير فيما يتعلق بالمسألة الليبية، ولكن نلزم بأن استقالة نحن نصل إلى عدد السابع من المبعوثين الذين أرسلوا إلى ليبيا من أجل العمل على وضع نوع من الاستقرار السياسي، لأنهم جميعا فشلوا أو قتلوا. وما بدا واضحا بأنه ما يتعلق بهذه الاستقالة من ناحية التوقيت، حيث أنها كانت تزامنة مع الإحاطة التي من المفترض أن يبديها أمام مجلس الأمن، ويبدو أن الأمور هناك خلافات ما بين الدول في طريقة إدارة المدخ أو المشهد السياسي الليبي الحالي، وأيضا الرغبة في إمكانية أن تتواجد البعثة في طرابلس من بعض، ورفضه في إمكانية أن تتواجد في جنيف. كل ذلك مدعاة إلى القول بأنه ما مدى تأثيرها على الوضع السياسي وعلى الانتخابات 24 من ديسمبر. هناك إشكاليات تثر في هذه الانتخابات من الناحية القانونية ومن الناحية الحقوقية ومن ناحية اعتراض البعض وأيضا من ناحية تدخل المجتمع الدولي. لكن مع هذا وذاك نلزم بأنه إذا كان هناك مبعوث كان من المهم جدا أن يكون مبعوثا فاهما أو مدركا لما يتعلق بالإشكاليات الداخلية في ليبيا، وأفضل أن يكون من المنطقة من زاوية ثانية. أيضا هناك إشكال يتمثل في أنه هل تستطيع ليبيا تجاوز الأزمة في ظل تعدد المنتخبين، أو لعله تعدد الذين تقدموا. نحن نتكلم على 98 لم تشهده التاريخ حقيقة. طيب دكتور إسماعيل، طيب ماذا عن الانتقادات لقانون الانتخابات من قبل الرسميين الليبيين، خصوصا المجلس الأعلى للدولة؟ نعم، هذه انتقادات فاعلة وواقعية، وهي تنتمي إلى أن الواقع لأن هناك لجنة للشؤون الدستورية، ودائرة للشؤون الدستورية يجب أن تفتح إذا أراد الليبيون أو أراد المجتمع الدولي أن يبني دولة قانون، عليه أن يؤسس لإمكانية قبول الشؤون الدستورية من زاوية، وأن يعدل القوانين من زاوية ثانية. والوقت يمكن تدارك كل هذا، أيضا الليبيون يحتاجون إلى غرفتين بدل غرفة واحدة، ويمكن العمل على إنشائها حتى بعد مضي الانتخابات في منتهى. من زاوية أخرى ما بدا واضحا أن الخلافات كثيرة وكبيرة جدا ما بين المتصارعين على السلطة، ويمكن أن يكون ذلك مدعاة إلى فتح صناديق التخييرة بدل صناديق الانتخابات. لكن التوجه إلى صناديق الانتخابات أيضا أمر محمود وجيد، مع أن القوانين وفق كل هذه المعطيات. دكتور رملي، هل ستجرى الانتخابات في موعدها رغم كل هذه الخلافات؟ ستبدأ الانتخابات، لكن قبول النتائج مرهون بما ما هي النتائج، ومن زاوية ثانية إذا تم إبعاد سيف الأحلام أو سيف الداخلي وأيضا أكثر، ربما ستكون النتائج أكثر قابلية للليبيين، لأنهم لا يريدون صناعة دكتاتور جديد عسكري أو مدني، ولا يريدون إعادة صناعة الماضي أي أسرة الجداخلي التي بقت في ليبيا 45 عام. طيب الدكتور محمود إسماعيل الرملي، الباحث والمختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن صباح اليوم الأربعاء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأوضح التحالف أن العملية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الميليشيا الحوثية استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيرة. وأكد التحالف اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية. قالت وسائل إعلام سورية اليوم إن هجوما جويا إسرائيليا على المنطقة الوسطى بسوريا أسفر عن مقتل 2 من المدنيين وإصابة 7 آخرين. ونقلت وكالة صانة السورية عن مصدر عسكري أن طيران الكيان الصهيوني شن في حدود الساعة 1:26 ليلا عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفة بعض المناطق في المنطقة الوسطى. وأفادت الوكالة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها. وقالت إن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين 2 وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء عن دعم الجامعة للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السودان يوم 21 نوفمبر الجاري. وفي اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أكد أبو الغيط استمرار مساندة الجامعة العربية العملية الانتقالية في السودان حتى تصل إلى نهايتها المأمولة. كما أكد أبو الغيط لكل من البرهان وحمدوك وقوف الجامعة إلى جوار السودان حكومة وشعبا، وترحيبها بالخطوات التي من شأنها استعادة التفاهم بين المكونين المدني والعسكري في المرحلة الانتقالية. صنفت أستراليا اليوم الأربعاء حزب الله منظمة إرهابية في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري للتنظيم المسلح. وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز إن التنظيم يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية ويشكل تهديدا حقيقيا لأستراليا بحسبها. ولم توضح الوزيرة أسباب القرار الذي يأتي في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة. بعد إدراجها جناحه العسكري منظمة إرهابية، أستراليا توسع عقوباتها ضد حزب الله اللبناني بإدراج جناحه السياسي على قائمة الإرهاب. وبحسب التصنيف فإن كل المنتمين للحزب من نواب في البرلمان اللبناني أو وزراء هم إرهابيون، وبموجب القرار أيضاً فإنه بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة تنتمي إلى حزب الله أو تموله أو تتواصل معه. وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز قالت إن الحزب اللبناني يشكل تهديداً حقيقياً لبلادها، تصريح أبان عن تخوف تبديه بلادها من هجمات محتملة قد يتبناها منتمون لحزب الله على الأراضي الأسترالية. اليوم ألفت انتباهكم إلى تصنيف حزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، فالحزب يواصل التهديد بشأن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية. أستراليا تدين استعمال هذه المنظمات الدين والأيديولوجية وسيلة للإرهاب. وبقرار الحكومة الأسترالية تتسع دائرة البلدان التي صنفت حزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية على شاكلة بريطانيا وهولندا وكندا. الخطوة الأسترالية لن تؤثر بحسب متابعين على الشأن الداخلي اللبناني على اعتبار أن القوى السياسية في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بياننا الثلاثاء عن قرب انطلاق تدريب بحري ثنائي مع البحرية الباكستانية يمتد 3 أيام، وسيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال البحث والإنقاذ في البحر. وأفادت الوزارة أن الوفد الباكستاني الذي حظي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قائد نوردين
يأتي في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الباكستاني لحساب سنة 2021، حيث رصت الاثنين بميناء الجزائر الفرقاطة الماجرة 260 التابعة للبحرية الباكستانية في توقف يدوم 3 أيام. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أمس إن قاذفات أمريكية تدربت على توجيه ضربة نووية لروسيا من اتجاهين مختلفين في وقت سابق هذا الشهر، وشك من أن الطائرة اقتربت لمسافة 20 كيلومترا من الحدود الروسية، لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن تدريباتها أعلن عنها في حينها وجرى خلالها الالتزام بالبروتوكولات الدولية. أزمة جديدة قديمة تتفجر بين الدب الروسي وواشنطن، عنوانها أوكرانيا مرة أخرى بعد اتهام روسيا الولايات المتحدة بالتدرب على استخدام أسلحة نووية ضدها على خلفية تحركات عسكرية روسية وصفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمريبة على الحدود الأوكرانية. أزمة من شأنها أن تعمق العلاقات المتدهورة أصلاً بسبب خلافات حول العديد من الملفات. روسيا محقة، لأن حتى طبيعة التدريبات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية كأنها تجهز وكأنها تقوم بالتدريب على حروب نووية وحروب لاستعمالات أسلحة استراتيجية، فبالتالي يمكن القول بأن روسيا محقة في ذلك. إن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فيما يتعلق في السياسة الدولية وأيضا وجود موضوع أوكرانيا والموقف الروسي في موضوع جزيرة القرم سيعكر دائما العلاقات الروسية الأمريكية والعلاقات الروسية الأوروبية، فبالتالي سيكون أيضا هذا من القضايا التي ستثير وستولد الحرب الباردة بطريقة أو بأخرى. استياء روسيا الأخير مما اعتبرته محاكاة لضربة نووية أمريكية ضدها يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين القوتين النوويتين، آخرها أزمة المهاجرين على الحدود الأوكرانية التي تنفي موسكو أي علاقة لها بالأزمة، كما زادت التحركات الأمريكية في منطقة البحر الأسود التي تحظى باهتمام كبير من قبل روسيا في اتساع الهوة بين الدولتين العظميين. التطورات الأخيرة تأتي في وقت وجهت فيه موسكو أصابع الاتهام إلى كل من واشنطن والناتو باستفزازها من خلال إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا إلى جانب التدريبات العسكرية لحلف الأطلس بالقرب. عبر مسؤولان فرنسيان عن تخوفهما من احتمال وصول ضابط كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة الانتربول بسبب دعوى تعذيب مرفوعة ضده، ودعا مسؤولان محليان كبيران في فرنسا وزير الداخلية جيرارد دراما إلى اليقظة إزاء احتمال وصول المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية اللواء أحمد ناصر الريسي إلى رئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية خلال الانتخابات التي تنظمها الانتربول الخميس في اسطنبول. في الاقتصاد، أعلن عدد من الدول الكبرى المستوردة للنفط الثلاثاء تجاوبها مع الإعلان الأمريكي بالسحب من مخزون الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، تحرك منسق أدرجه جو بايدن في خطابه الاقتصادي ضمن ما أسماه الأزمة العالمية التي تعصف بأسعار الطاقة منذ بداية تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا. ما كان وعيداً وتهديداً بات فعلاً وحقيقة. مستهلكو النفط يدشنون حربهم ضد تحالف أوبيك بلس بضخ مزيد من الخام في السوق باللجوء إلى استغلال احتياطاتهم الاستراتيجية. في خطوة نادرة ومنسقة قررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب 50 مليون برميل من مخزوناتها النفطية، تتضمن الإفراج عن 32 مليون برميل من كميات إضافية من المخازن الأربعة لأكبر اقتصاد في العالم، مع التعجيل في تنفيذ خطة سابقة تشمل سحب 18 مليون برميل أخرى.
بريطانيا لم تنتظر طويلاً لتكشف عن خطة مماثلة بالسماح للشركات النفطية الإفراج طوعاً عن كميات تعادل مليوناً ونصف المليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية، في حين وافقت الهند على ضخ 5 ملايين برميل من نفطها الموجه لحالات الطوارئ، رغم إعلان نيودلهي في وقت سابق رفضها لخطوة البيت الأبيض. على ذاك النحو، قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي دون الإعلان عن حجم الكميات المعنية بالعملية وآجالها، في وقت تتجه جميع الأنظار نحو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم لمعرفة المساهمة الصينية في التحرك الأمريكي المنسق ضمن توافق اقتصادي نادر على محور واشنطن بكين في ذروة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ختام نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، وبعد قليل أخبار الرياضة. السلام عليكم.